لا سبحان الله العظيم شفت سويف في سبوك فهم سوك طالع في سبوك وانا نجبر في فيديو ديالو سبحان الله جبر سوك يضرب واحد الطريقه عفويه ما كايناش فهمتي. والصراحة ضل عجبتني الطريقة ديال الهضرة ديالو ما كاينش شي واحد اخر اللي هضر بنفس الطريقة ديالو. قناعة اللي فهاد السيد هذا ما كايناش في شي واحد اخر تبارك الله وصلى سلام بيه الله يسهل عليه بوبري. هيدا بغينا بنادم كامل دابا هذا هو اللي للساحة قد الشهرة فهمتي ونعاونوا واه الا كان بنادم عنده باش يعاونوا يصطام معاه السيد هذا هو اللي كيساحة قد داكشي هذاك اللي كنعملوه مع الناس اللي فهمتي نقولوا عليهم حماق وصافي هادشي اللي كاين. دابا حاليا الحماق هما اللي رجعوا عندهم لي فان والسلام هادشي اللي كاين. ما كاينش بنادم كيعطي الوقت فحال هاد الناس هادو. دابا حاليا دار واحد خانا الربح الحاولة كلشي كيعرفوا حاليا اللي بان هاد اليومين عامل ديك الدراما لابس الحوايج ديال النساء فهمت كيتشبه بنسا. كنقول لك الخاوه ديالي رجع لله راك انت واحد من مبشرين بجهنم فهمتي. هاد السيد هذا نحلف لك بالله الا مبشرين بالجنه ان شاء الله. الله يعاونو بوبري الله يسهل عليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.